الكل شفنا مشاهد الحقيقة صادمة ومؤلمة في إسبانيا في أماكن سياحية اللي متعودين الناس يمشيوا لها باستمرار، صور مخيفة مرعبة للأمانة، سيلان كبير، فيضانات كارثية، شفنا الكرهب على بعضها، شفنا حتى سقوفات طاحت متاع ديار، ناس قعدت محصورة في ديارها ما نجموش يتحركوا، عدد هام زيادة من الضحايا، من فما الوفيات، فما برشا مجاريح، وبالطبيعة هذه باش يكون لها أكيد تداعيات زيادة اقتصادية، عدد كبير من السيارات فوق بعضها في كل بلاصة، معناها الأمور خرجت تماما عن السيطرة. وفي هذا الإطار وزارة الشؤون الخارجية أصدرت بلاغ تقول فيه على أثر الفيضانات الكارثية اللي اجتاحت عدد من المناطق الإسبانية واللي خلفت أعداد كبيرة من الضحايا والمفقودين، تعرب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية السلامة للمفقودين والشفاء العاجل للمصابين، كما تعرب تونس عن عميق مشاعر التعاطف والمواساة مع الشعب الإسباني الصديق، وتؤكد وقوفها إلى جانب الحكومة الإسبانية وتضامنها التام معها في هذا الظرف. محمود، من الحاجات اللي كل مرة نحكيه عليها في علاقة بالتغيير المناخي بالاحتباس الحراري، كل مرة أكدولنا المختصين وأنه المسألة مش مسألة تغيير مناخي في الطقس أكهو، في زيادة درجة الحرارة، في زيادة فصل الصيف، ويعني فصل الصيف كيفاش طويل في برشا بلدان، ولكن ديما يحكيه وأنه تولي الأمطار أكثر من العادة، كي تنزل العواصف كي تصير أقوى، معناها كل الظواهر الطبيعية تاخذ منحة خطير. هو اللي نحكيه على الميديتيراني، البحر الأبيض المتوسط، خاطر كان مش نحكيه في الكوكب الكل حبار. أما تذكر في الصيف عفيف حكينا على درجة الحرارة متاع البحر الأبيض المتوسط وشمال الأطلسي كيفاش عمرها ما وصلت في السخانة هذه، معناها عمرها ما وصلت درجة هذه. دونك كما اللي فيه دومينو، كل حاجة تحرك حاجة أخرى وراها. دونك المطر اللي مستنسين بها، قبل كنا نشوفوا الأمطار الموسمية في الهند وفي شيرة شرق آسيا، فما أمطار كل عام جاهم في وقت معين، حتى هما غاديك في الشيرة الأخرى راهو زادت تخلبزت الأمور كيف راهو المطر اللي كانت نجم مثلا نقولوا نحن في 4 سوايع تعمل نص متر مثلا، نمطر السنايرة هي تنجم تعمل مترو كما متنجم ما تجيش من أصله. معناها الحركة حتى متاع المرتفعات والمنخفضات الجوية وطيارات الهواء البارد تبدلت كومبليتمون، هذايا مسخانة اللي مصيف. وشوف انت في تونس، نحن المدة ذاية مستنسين الوقت ذاية مازلنا بنص، ربي يسترنا، معناها احنا نتمنوا انه امطار تزيد وتصب في تونس، وربي يرحمنا وان شاء الله تسوي الامطار ما تكونش كيما هكا زادة، خاطر تخوف وبالرغم الامكانيات نتاعهم راهو في الفيديوهات راهم ديزيليكوبتير يمنعوا في عباد مي افيك سا ما نجموش، معناها امطار تخوف. ان شاء الله ما تجيناش امطار كيما هذه، ان شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف. أمين يا رب. يلا نمشي مباشرة لفقرة سجل عليه.